الكرام إلى هذه النشرة الإخبارية ونستهلها بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يعفي وزيري التربية والفلاحة من مهامهما. قائمة الفائزين بمقاعد في البرلمان الجديد عن ولاية القيروان. القيروان الاعتداء على مدير معهد الإعلام من طرف أحد المنحرفين. القيروان مواطن يضرم النار بنفسها. فاروق بوعسكر يؤكد الإلغاء الجزئي والكلي لعدد من الأصوات لمترشحين اثنين للانتخابات التشريعية. وبوعسكر يؤكد بأن نسبة الإقبال الرسمية والنهائية للإقبال على الاقتراع قدرت بـ 11.40%. إلى تفاصيل النشرة، حيث قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ قليل إجراء تحوير جزئي على الحكومة، عين بمقتضاها السيد محمد علي البغديري وزيرا للتربية خلفا للسيد فتحي السلوتي وسيد عبد المنعم بالعاتي وزيرا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية خلفا لمحمود الياس حمزة. تعرض مساء اليوم 32 من جانف في الجاري مدير المعهد الثانوي بمعتمدية العلاج جوهر الذهبي إلى الاعتداء بالعنف من طرف أحد المنحرفين المتواجد بمحيط المؤسسة التربوية المذكورة، وذلك أثناء تأمينه عملية مغادرة التلاميذ للمعهد. وتجبر إشارة لأن عملية الاعتداء أسفرت عن إصابته بجروح متفاوتة على مستوى القدمين، وهو الآن مقيم في المستشفى المحلي بحفوزة. أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال ندوة صحفية بقصر المؤتمرات انعقدت اليوم الاثنين عن النتائج الأولية للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب المنتظمة اليوم أو يوم أمس الأحد. القيروان الجنوبية الطيب الطالبي، مختار العفاوي عن بوحجلة، شبيكة حفوز، لطفي السعداوية، دائرة نصر الله، منزل المهيري شراردة، كمال الكرعاني، دائرة العلا حاجب العيون، وليد الحاجي، دائرة الوسلاتية عن جلولة السبيخانة بيل حمدي، والقيروان الشمالية أيمن نجرا. أقدم منذ قليل مواطن على حرق نفسه بحي المنشيات تابع القيروان الشمالية، وذلك وفق ما أكده مصدر من الحماية المدنية لقسم الأخبار إذاعة الحياة فامة. وأضاف المصدر ذاته بأنه تم نقل الهالك إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية. أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر اليوم الاثنين خلال ندوة صحفية للإعلان عن النتائج الأولية للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب، أكد من خلالها أن نسبة الإقبال الرسمية والنهائية للإقبال على الاقتراع والمقدرة بـ 11.40%. وأضاف بوعسكر أنه تقرر الإلغاء الجزئي لعدد من الأصوات لمترشح بولاية بنزرتة، كما تقرر أيضا الإلغاء الكلي لنتائج أحد المترشحين بولاية سباقس، وذلك بعد ثبوت ارتكابهما عدد من الجرائم الانتخابية. استقبلت وزيرة العدل ليلى جفال صباح اليوم رئيسة المكتب الإقليمي لمجلس أوروبا بتونس بيلار موراس، ومرفوقة بموريال ديكو الأمين العام للجنة الأوروبية لفعالية العدالة. وقد تمحورت اللقاء حول واقع التعاون بين مجلس أوروبا ووزارة العدل وسبل تدعيمه والإمكانيات المتاحة للاستفادة من مختلف البرامج والمشاريع القائمة بها بما يتماشى وحاجية الوزارة وفقا للمخطط القطاعي للتنمية. وكان اللقاء مناسبة لاستعراض مدى التقدم في إنجاز المشاريع الجارية والحرص على رفع نسق تنفيذها. دعا محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي القطاع البنكي المغربي لاغتنام الفرصة التي تتيحها منصة الدفع متعددة العملات العربية. وأشار العباسي خلال المؤتمر المصرفي والمالي إلى أهمية الانضمام المكثف لهذه المنصة التي من شأنها أن تثري مشهد التبادلات العربية، وفق ما نشره البنك المركزي التونسي اليوم الاثنين. نهاية نشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. رئيس الجمهورية يعفي وزيري التربية والفلاحة من مهامهما. قائمة الفائزين بمقاعد في البرلمان عن ولاية القيروان. القيروان الاعتداء على مدير معهد الإعلام من طرف أحد المنحرفين. وبوعسكر يؤكد الإلغاء الجزئي والكلي لعدد من الأصوات لمترشحين اثنين للانتخابات التشريعية. نهاية النشرة الإخبارية قدمها لكم نصر الدين حميدة، والمشوار يتواصل مع السيدة ترابلسي في ليف سبور. إلى اللقاء.